بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده، أسأل الله جل في علاه أن يسعدكم سعادة لا شقاء بعد. أخواني الغالي، لو نبي نبني بيت في هذه الدنيا، بيت العمر، ماذا نفعل؟ نبيع ما ورانا وما قدامنا، نبيع ما نملك من سيارات، من ذهب، زوجات، كل ما نملك علشان نرتاح ونبني بيت في هذه الدنيا. إيش رأيك يا حبيبي الغالي، ترتاح وتبني بيت في جنات عرضها السماوات والأرض؟ والله ما تأخذ عليك يا أخي الغالي 5 دقائق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من قالها في اليوم 10 مرات بني له بيتا في الجنة. الله أكبر يا حبيبي الغالي، قل هو الله واحد، قولها الآن، يا من تسمعني الآن تقولها 10 مرات يبنى لك بيتا في الجنة. فما بالك تبني بيتا لك في الجنة وتحب لأخوك كما تحب لنفسك وتخليهم يبنون لهم بيوتهم في الجنة وتعاون على البر والتقوى؟ والله يا أخي الغالي إنها ما تأخذ عليك 5 دقائق. اقهر الشيطان وارض الرحمن وكررها الآن. أسألك بالله يا من تناظرني، أسألك بالواحد الأحد جل في علاه، فاجئ أخوانك الآن اللي على الجوالات، ارسل لهم هذا المقطع، فاجئهم، خلهم يكررون هذه الآية. أسأل الله أن يوفقكم وأن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يجمعني وياكم في الجنة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، من أرسل هذا المقطع وعاوني على نشره، اللهم اغفر ذنبه واشرح صدره ويسر أمره وادخل السرور في قلبه، اللهم ارزقه في جنات عرضها السماوات والأرض. حبيب الغالي، اقهر الشيطان وارسل المقطع لإخوانك لكي ترضي الرحمن. وكما عودتكم في مقاطعي أني أطيبكم لأنكم أهل الطيب، هذا طيب لك وطيب للي أرسلت له المقطع. سلام عليكم.